نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في السيرت سيكشن الاستاتيكال سيستم. ازاي نعمل استاتيكال سيستم للمشروع بتاعنا والكلام ده كله هنغطيه النهارده ان شاء الله. كفرنج للموضوع النهارده والمره الجايه بالكامل. يمكن حصل المره الجايه برضو بالكامل على السبوره برضو. ماشي. بعدها بقى يبقى كله ابلكيشنز على مين؟ على الجهاز بقى. هنبدا بقى ناخد المشروع ونبدا ايه نشتغل فيه. بس هتكون انت بقى عندك بقى مين؟ رؤيه للكلام اللي انا بقوله ده طبقا للكلام اللي احنا بنحكي فيه ده. طيب تعالى بقى نتكلم. هنمسك اول حاجه عندنا. لو انت بص انا هشغلها على الشاشه مفيش مشكله. اه هنا بقى لو حبينا نتكلم في شويه architectural considerations، اعتبارات معماريه في البدايه. يعني نشوف بس المعماري بيعمل ايه. اول حاجه اللي عنده تبقى شكلها ايه؟ الابواب، الشبابيك، الكلام ده كله حاجات بسيطه كده في السريع. قال لك لو شفت شباك بالمنظر اللي انت شايفه عندك ده كده، انا هزوم شويه اهو، شباك خطين جوه، بيبقى الشباك ده عباره عن شيش وزجاج، شباك بنقطه كده جوه، ده شباك مفصلي، شباك بخطين بالمنظر ده ثواني ده كده يبقى شباك مين؟ منزلق، اللي هو جرار يعني. خلاص ده كده شكل مين؟ الباب. طب لو حبينا بقى نتكلم في عروض الابواب المختلفه، برضه معلومه ليك تبقى فاهمها يعني. خلاص عروض الابواب المختلفه، انا عندي لو الباب بتاعي باب مدخل انترانس، باب شقه يعني، ما يكونش اقل من متر يا متر كام؟ يا متر 20. طب لو روم يا 90 يا كام؟ يا متر. طب لو كيتشن او باث روم يا متر يا كام؟ يا 90. طب الشبابيك؟ قال لك لو الشباك مين على الواجهه يا متر يا متر كام؟ وما ينفعش تشكل. يعني ما ينفعش تشكل؟ يعني ما ينفعش اروح اعمل الاوضه ديت عشان تحت اروح اعملها متر 20، اخويا الناحيه الثانيه مخنوق منه اروح اعملها له متر. كده هتلاقي الدنيا خربت. دايما كل ما كان في ريجولاريتي في الفيسنج بره في الواجهه، كل ما ادت لك مين؟ نظام بيوتي اكتر، شكل جمالي احسن. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ طيب. برضو الكيتشن او الشباك ببدا على الكيتشن او الباث روم كام؟ 80 يا كام؟ 90، بيكون اقل طبعا. طيب ارتفاع بقى سطح السقف لجلسه الشباك، بصوا هنا لو سمحتوا، شباك زي ده ارتفاع جلسه الشباك نفسها من الارض، اللي هو قعده الشباك نفسها من الارض كام؟ لو الشباك مين يا 90 يا كام؟ يا متر 20، وما ينفعش تشكل برضه. ما ينفعش تروح عامل 90 والوضع اللي جنبها متر 20، تيجي تبص من على الواجهه تلاقي البيت شكله عامل زي بيت جحا. صح؟ مش هيبقى لازمه، مش هيبقى له لازمه. طب الكلام ده فعلا شبابيك، ده في الرئيسيه 90 او متر 20. طب لو حمام تعمله 90 بقى سينما 3D. صح كده؟ مش هينفع طبعا. يبقى يتعمل كام بقى الحمامات؟ يا متر كام؟ ها؟ يا متر 70 يا متر كام؟ يا متر 50. واحد يا رجاله؟ نعم. دي كلها حاجات لا من المعمار عادي. الشباك المفصلي زي ده، هو ده معايا؟ طيب تعالى بقى. طب الارتفاع السطح العلوي بقى مين للشباك؟ بص معايا ارجع الشباك تاني. طب احنا كده شفنا جلسته من تحت كام صح؟ طب جلسته من فوق تبقى كام؟ قال لك من فوق في حدود كام؟ 2 متر 20. في حدود كام؟ ويفضل بقى ان تكون جلسه الشباك العلويه هي نفسها جلسه الباب العلويه. يعني يفضل ان الاثنين يكونوا منهم في نفس الجلسه. فهمتوا معايا قصدي ايه؟ يعني ما تلاقيش الشبابيك تحت والبيبان ايه؟ فوق، ولا الشبابيك فوق ولا البيبان تحت. يعني فاهمين معايا قصدي ايه؟ يعني الاثنين يكونوا ماشيين مين؟ في الوان ليفل، في مستوى مين؟ مستوى واحد. خلاص تمام. ارتفاع ده بيكون في حدود كام تقريبا؟ 3 متر. طب اخش في الصفحه اللي بعدها بقى، السلم. فاكرين الرسمه دي؟ ده كده السلم لو كان معماري. الراجل ده هنا عباره عن ايه دي؟ دي الان في الرخام مش كده؟ تمام. وبيطلع يبص فين المعماري؟ لتحت. وبالتالي لما يبص هيشوف دي مالها؟ خط سوليد وخط مين؟ واتفقنا لما يكون الخط السوليد دي بره ده معناه اتجاه مين؟ الصعود. طب تمام. طب لما اجي اتكلم بقى على ابعاد مين؟ الجوينج اللي هي مين؟ النايمه اللي هي عرض دي. دي من كام؟ من 25، مش من 26، من 25 ل 30. من 25 لكام؟ ما تجيش تقول لا ده هي 30، لا عندك لازم يكون حاجه وزن رينج، افرض مش مكفيه، يبقى لازم يكون ملعب جوه رينج، واضح الكلام؟ يبقى من 25 لكام؟ طب ليه ما تكونش اقل من 25؟ عشان تاخد رجلك كامله. ماشي؟ طب ليه ما تكونش اكبر من ال 30؟ علشان لما تيجي تحط رجلك انت اوتوماتيك رجلك انت متبرمجه انها تطلع على الدرجه اللي فوق. لو هي اكبر من 30 هتلاقي رجلك لسه نصها على مين؟ على الدرجه اللي انت واقف عليها. وبالتالي هتحصل عمليه مين؟ كعبله، صح؟ وبالتالي يفضل هنا مين كام؟ 25 وكام؟ وال 30. طيب المعلومه اللي بعدها
الرايزر بقى القايمه القايمه من كام؟ من 15 ل 17. واضح؟ بمعنى صح هو مش السلم كده يا جماعه، دي صدفه ودي صدفه والسلم مايل كده. بمعنى صح عايز زاويه ميل السلم تكون في حدود من 25 ل 35 درجه. تلعب جوه دي، دي كده افضل ميل لمين؟ افضل حاجه طبعا ان هي مين؟ المتوسط ان هي تكون كام؟ 30. تمام. ليه ما تكونش 25؟ ليه ما تكونش اقل من 15؟ لان هي لو اقل من 15 تحس ان السلم بقى مين؟ نايم على الارض كما لو كنت طالع طريق مش طالع سلم. حلو الكلام؟ طبعا ده هيتعبك. طب لو اكبر من 17 هيبقى السلم واقف، ده سلم المطافي كده. ده اسمه ايه سلم المطافي ده؟ سلم بحاري. ماشي؟ لو جبنا الصفحه اللي بعدها بقى نتكلم في مين؟ في الاستراكشرال مين بقى؟ درونز. عندنا انواع المباني اثنين، وول بيرنج وسكيلتون استراكشر. سكيلتون استراكشر هي المباني بتاعتنا العاديه يا جماعه اللي هي مبني على اعمده وقواعد والكلام ده. طب يعني ايه وول بيرنج؟ حوائط حامله بقى، حوائط حامله يعني مفيش عمدان، مفيش اعمده في المشروع خالص. كل الكلام ده بيعمل مين؟ حوائط، ويبني فوقها مين؟ السقف. واضح الكلام؟ طيب دي بتستخدم طبعا بتستخدم وبكثره كمان. فين؟ بعض الاهالي في القرى لسه بيستخدموها. دي رقم واحد. رقم اتنين بقى اللي شايعه فيها قوي الشاليهات. لما يكون عنده شاليه هو بيعمل الشاليه برج ولا دورين ثلاثه؟ دور او دورين بكتير. معنى كده بقى انه محتاج يجيب اعمده ويعمل ويعمل ويعمل، ولا بيبني طوب يحط فوق السقف؟ طوب يحط فوق السقف على طول. واضح الكلام ايه؟ تمام. بس في نقطه بقى عايزين نقولها بقى. انا دلوقتي مش عندي الحيطه كده، بص ركزوا معايا، الحيطه اهي حضرتك هتشيل الحيطه بتخطينها وتسيب مسافه. مش المفروض ان ده كده السقف اللي هيركب على الحيطه؟ مش دي كده كاميرا؟ ده السقف اهو. الكاميرا بقى اللي بتتعمل عشان تركب على الحيطه اللي ماسكه السقف، لما يكون السقف وول بيرنج، دي بنسميها عندنا مين؟ مخده. ايه ده؟ ايه المخده؟ يبقى الفواتير بتتعمل امتى؟ اللي كنا قلنا عليها في اول حصه تاني. بعمل الفواتير لما يكون عندي بلاطه سوليد سلاب وهعمل فوقها حيطه ومفيش تحت الحيطه مين؟ كاميرا. انا حاطط فواتير مكان الكاميرا في السقف ساعتها. واضح الكلام؟ وامتى ايه تاني استخدام في الفواتير؟ تاني استخدام في الفواتير لما يكون عندي في فتحه في السقف، فتحه سلاب، فتحه في السقف، مانوار سكالايت او داكت. يعني ايه داكت؟ هتشوف المره اللي جايه ان شاء الله. خلاص؟ بروح محاوط الداكت ده بمين؟ بفواتير علوي وسفلي. يبقى اذا كان في فتحات في السقف مش حواليها كاميرات، او اذا كان في مين؟ حيطه مبنيه على سوليد سلاب وما تحتهاش مين؟ كاميرا. كده استخدم مين؟ ايه الفواتير. لكن المخده دي تستخدم امتى؟ لما يكون الراجل عامل السقف بتاعه مصبوب على وول مين؟ على وول بيرنج. بيسمي الكاميرا اللي شايلها عباره عن مين؟ مخده. وضحت؟ بيسموها السيت. ماشي. طيب تعالى بقى ركز معايا. ده كده بيقول لك على السكيلتون سيستم ان ده كده عباره عن البيم، دي السلاب، دي الكولمز، دي السميل، ها؟ ار سي فوتنج، بي سي فوتنج. تمام. تعالى بقى نخش الحته المهمه دي. فاكرين الشكل ده؟ كنا عملناه والله. قلنا احنا عندنا السلم لو كان مين؟ انشائي، هيقطع وبص لفين؟ فلما يبص لفوق هيشوف مين؟ الظهر من تحت الخط، لكن كل الدرجات فوق داش. بس هنا بقى مش هيقدر يعرف اتجاه الصعود الا اذا بص في مين؟ في المعمار. صح الكلام؟ طيب ما تيجي نبص على حاجه مهمه. ايه رايك لو حبينا نبص على الشكل ده؟ هو ده كده مش قطعه من السقف، صح؟ تمام. المنشاي بيقطع وبص لفين؟ بيقطع وبص لفوق. طب لو بص على الكاميرا دي، الكاميرا دي بنسميها كاميرا مين؟ ساقطه. يعني ايه كاميرا ساقطه؟ بروجيكتد بيم. بروجيكتد بيم يعني كاميرا ساقطه. بروجيكتد بيم هنشوفها بالتفصيل، لسه هنكتبها وكل حاجه بالتفصيل في الايه؟ في الهيرو بلوك ان شاء الله. طب الكاميرا دي الخطين بتوعها دول كده هيبانوا معاه رؤيه عين ولا لا؟ يبقى هيبانوا فوق في البلان لما يجي يرسم البلان خطين سوليد. انتوا معايا كده خلاص؟ طب كاميرا زي دي ها؟ هيروح عامل مين؟ ما هو ما دي كاميرا مقلوبه، هيبقى ده ماله؟ هيبان خط سوليد، انما ده هيبان داش لانه مش باين من تحت، وبالتالي هيبان داش. طب لو انا عندي كاميرا مقلوبه في قلب البحر الاثنين داش، هيبانوا الاثنين داش لان الخطين بتوعها مالهم؟ مش ساقطه تحت؟ فاهمين معايا قصدي ايه؟ وخلي بالك موضوع الداش ده من السوليد بيفرق معاك قوي في المشروع، وده هنعرفه بالتفصيل لما نيجي نشتغل في اللوح بقى ان شاء الله، خصوصا الموضوع في المناسيب. طيب تعالوا نكمل يا جماعه هنا بقى. طب لما اشتغل بقى على اللوحه الانشائي او بعمل انشائي، قال لك الحته مهمه قوي انك لما تيجي توقع الاعمده
لا يفضل المسافه بين العملين تزيد عن كام؟ 7 متر. لسبب بسيط، لانك اذا قلت المسافه بين العملين عن 7 متر ده هيخلي الديفليكشن في الكراطه يزيد. الديفليكشن في الكراطه يزيد يعني معنى كده هيستخدم نظام انشاء السقف مكلف، يعني هيزود تكانه السقف عشان المومنت ولا عشان الديفليكشن؟ الديفليكشن. مشكله البحر بتاع براطه دايما هو الديفليكشن مش المومنت. يا ريتها مومنت، المومنت يبقى محروق تحط حديد، انما مشكله الديفليكشن ده بيتعامل مع مين؟ مع الدبس. واضح كلامي؟ تمام. وبالتالي لما هيستخدم نظام انشاء مكلف يعني هيزود تكلفه مين؟ اكتر عليه، صح الكلام؟ طب لو الاعمده قلت عن 3 متر ليه يفضل الاعمده تقل عن 3 متر؟ ليه؟ الله ينور عليك، صح كده. مش هينفع يعمل مين كده؟ لانه هيتلاقي اعمده دخلت مع بعضها في القواعد، بقى عامل قواعد مشتركه اللي هي كومبايند مين؟ واول ما الملك يشوف كومبايند فوتنج تلاقي اللطم والناد بيشتغل. ليه؟ تكلفه الكومبايند فوتنج الواحده باربع اضعاف تكلفه القاعده العاديه. لان الحديد فيها فوق وتحت ومتكثف والدبس كبير والقاعده دشمه. فاهم معايا قصدي ايه؟ طبعا احنا بنتحايل عليها وبنعملها باسلوب تاني. ماشي؟ طيب المهم يبقى لا يفضل يحصل مين الكلام ده. بعد كده الحته المهمه قوي ايه هي؟ بس خلي بالك ممكن تلجا ان المسافه تقل بين الاعمده غصب عنك عن 3 متر. وده هنشوفه في البلان بتاعنا هنشتغل عليه ان شاء الله. خليك فاكرها لما نخش الحصه اللي بعد اللي جايه. اقول لك بص دي كانت كذا عشان خاطر اللي كنا قلناها. يعني في حاجات سبيشال كيسز. فاهم معايا قصدي ايه؟ تمام. غصب عنك مش غصب عنك هتقل عن 3 متر. بس دي لو ما اتعملش العمود البيت وقع. انت متخيل؟ هبقى افهمك ليه ساعتها. طيب هنا بقى هنقفل لحد هنا خلاص زي المجموعه الثانيه. لو انا عندي فراغ، لو انا عندي بص يا جماعه معلش عندي ده كده شباك وعندي ده مين؟ باب الايه؟ بلكونه، صح الكلام؟ راح جاي عامل العمود في النص. ينفع؟ يبقى لا يفضل ان العمود يكون في وسط مين؟ فراغ. دي رقم واحد. رقم اثنين، لما اجي اعمل العمود اعمله مع الدرب بتاعه اعمله مع استقامه درب الحيطه. يعني انت شايف عندك الناس مكتبك عليها يفضل ولا يفضل؟ يفضل الاولانيه العمود معمول مع استقامه مين؟ الحيطه، وبالتالي ما عملش مين؟ مشكله. لكن لو العمود اتعمل عمودي على الحيطه هيعمل ركبه، الركبه دي معناها ايه؟ ديد زون، منطقه ميتها بين الاثنين وبين بعض، مش هيعرف يستخدمها، صح الكلام؟ بس ممكن يعملوا كده. ده امتى؟ اذا كان العمود هيبقى معاه بارتيشن. يعني شايف ده؟ وهو ده معمول لجوه. طب هو اثر في حاجه؟ لا ما اثرش. ليه؟ لانه معاه حيطه هنا. كان يبقى مشكله امتى؟ لو دي مفتوحه عادي جنبها. اه كان يبقى الاثنين مفتوحين على بعض، يبقى كده غلط. كان افضل اني احط العمود بقى ضربه مين؟ طولي بدل ما كان عرضي بالمنظر ده. واضح كلامي يا جماعه؟ فهمتوا حاجه؟ طيب ضرب العمود مقتصر على الكلمتين اللي انت قلتهم دول بس؟ لا، ده في حوارات الى ما شاء الله هنتكلم فيها ساعه الاتاب بقى ان شاء الله. الرياح. لان الكلام ده هيفرق معايا في مين؟ في اللاترال لود اللي هي السيزميك لودز ومين؟ والويند لودز. اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه. شكرا والسلام. اتفضل. ثواني هندسه، ثواني هندسه، ثواني هندسه. مش عارف، مش مفروض سؤال اخير، مش الكاميرا المدفون ده بيتعمل